ان شاء الله اكيد اكيد. كان شيء مهم جدا، وكلنا الحمد لله استمتعنا بالمباراه. ويمكن المباراه زي ما انت اتكلمت سيد نقطه مهمه جدا، ان التركيز كان مستمر لل 90 دقيقه، يعني حتى بعد تقريبا ما نهينا المباراه بعد 6 دقائق لا الاداء والجديه. وخلينا انا باخد كلامي كمان ومن تصريحات موسيماني خلال المباراه، موسيماني بيندى على محمد هاني بيقول له محمد هاني ركز العب السهل. دي رساله ممكن الناس ما تفهمهاش، لكن الراجل بيتكلم ان هو خلاص وصل للمباراه النهائيه، ان المباراه شبه منتهيه، لكن هو بيحافظ على شخصيه النادي الاهلي، عايز النادي الاهلي بيلعب بهذا الاداء وهذا التركيز وهذا المتعه في الاداء طول المباراه بغض النظر عن النتيجه، بغض النظر ان انت كنت حتى كسبان او خسران. هو ده اللي هيوصل النادي الاهلي ان شاء الله للشكل اللي بيتمناه كل اهلاوي، ان احنا بنعمل المعادله الصعبه، الاداء الجيد جدا اللي شفناه خلال المباراتين اللي فاتوا، وكمان النتيجه الكبيره اللي النادي الاهلي بيمتعنا حتى باهدافه. بنتكلم على حسين الشحات وقد ايه كان هادي وهو بيحط هدف رائع، هدف بينم على كمان على موهبه كبيره جدا جدا. يمكن المباراه اللي قبليها الناس كانت بتتكلم على حسين الشحات وبيضيع فرص كتير، لا حسين الشحات بيرجع وبيقول لا انا موجود بشكل افضل، انا يعني كمان حسين لسه عنده اكتر من كده. بنتكلم عن مكاسب كتيره جدا.